السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده هنشرح الكوبرا، مش اسلوب الكوبرا في الكرافو ولا تربية التعابين. دي لغة برمجة خاصة بالذكاء الاصطناعي، وهي تمتاز بانها فيجوال لانجويج، فسهل ان انت تتعامل معاها. تعال نشوفها مع بعض. هقول له نيو بروجكت. طبعا ده اول درس لينا، فهيبقى بسيط خالص. زي ما انت شايف ده هنا الداتا فيجواليزيشن، الداتا اتعرض هنا، وده الداتا سيت. ترفع الملف بتاعك، تمام، خليني الغيه خالص، تمام، وهنبدا نحط المعلومات بتاعتنا هنا، تمام. طيب انا عايز ارفع الملف، فهدوس هنا وابدا اختار الملف اللي انا عايزه، هو موجود في الداونلود اهوت سالري، هيترفع الملف وهو موجود معايا هنا. طيب دي بقى الحاجات اللي موجوده. اون ران هقول له ايه، هقول له بقى سيت داتا. طيب خليني اقول له ان انا عايز اعمل برامتر فاريبل جديد واسميه داتا. هقول له سيت داتا تو، يعني خلي في متغير اسمه داتا، هتاخد المعلومات بتاعتك من السالري داتا سي اس في اللي هو فين، اللي هو دوت، تمام. طيب هو كده قرا المعلومات، بس مفيش حاجه حصلت، مفيش حاجه مطلوبه مني، هو بدا وخلص، مفيش حاجه خالص. طيب هقول له سيت فاريبل، واقول له ان انا عايز متغير تاني اسمه اكس، ومتغير تاني اسمه واي، تمام. طيب هقول له بقى ايه، سيت الاكس وكنترول سي كنترول في، وبقى انا عندي هنا الاكس والواي، وهقول له جيت كولوم، هتروح للسلر ديت، السلر دي اللي هي الجدول اهوت. لو احنا حابين ان احنا نفتحه ممكن اقول له اوبن، يتفتح الاكسل عادي. هتلاقي ان هو عباره عن تو كولوم، واحده اسمها ييرز اكسبيرينس، واحده اسمها سالري بالشكل ده. فهاجي هنا واقول له ان انا عايز اظبط الجيت كولوم، هقول له جيت كولوم اهو، وهقول له ان دي اللي هي اليرز اكسبيرينس، وهنا هاخد السالري. خلي بالك لازم كابيتال كابيتال سمول سمول، تمام. طيب انا كده اخدت الداتا وحطيتها في المعلومات هنا، عايز بقى ان انا ابدا ان انا اعرضها. دي كل الحاجات اللي انا ممكن ابرمج بيها. دي تقدر تعمل برامج ذكاء صناعي، وهنشوف مع بعض واحده واحده ازاي. هلاقي هنا عندي اد سيريس تو بلوت، هحطها هنا. طيب هو هنا تقدر تحط العنوان اللي انت عايزه هنا، مش تفرق. وهنا هتقول له الطيب شكل الحاجه تتعرض ازاي في الداتا فيجواليزيشن، وهنا الداتا اكس هياخدها منين، فهقول له هنا بالفاريبل، اقول له ده هياخد الاكس وده هياخد الواي بالشكل ده. خلينا نعمل ران، ظهر معايا بالشكل ده. طيب لو جيت هنا وقلت له اعرض على الهيد بار وقلت له ران، هيعرضها لك بالشكل ده، فبدا يعرض لي المعلومات. ودي مهمه جدا عشان نشوف المعلومات اللي موجوده بتتوزع ازاي، ونبدا ان احنا نتعامل معاها. ممكن تكون في معلومات شاذه، ممكن تكون في خط معين فتبدا تكمل عليها بالشكل دوت. دلوقتي نعمل متغير تاني اسميه موديل اهوت، اقول له سيت موديل 2، وبعد كده هقول له من اللينير انا عايز لينير ريجستريشن موديل اهو. هديله بقى الاكس والواي زي ما شفنا المره اللي فاتت، اكس والواي، وبعد كده هقول له فيت لينير. بعد كده نبدا بقى نقول له احنا عايزين امر برنت، نبدا نطبع من تكست.
تيست اقول له برنت او انا بيقول لي تطبع الاي بي سي، لا ده انا عايز اعمل انا كرييت تكست تمام بدل ديت، واقول له اول حاجه شوف بقى انت عايز تكتب ايه هنا، وبعد كده هرجع تاني لي بريدكت، خليني اقول له هنا الانبوت بتاعي 5.5، وهنا هنكتب جملة مثلا هلو وورلد، تمام، واقول له رن. بدأ يشوف يعمل عمليات حسابية بتاعته، وطلع لي ان ال 5.5 هتساوي 77,766 حسب اللينير ريجريشن موديل بتاعي، تمام. مش هيفرق الشكل اللي احنا مختارين.